تعالوا لنتمنى أمنية. بيت خشبي معلق على أغصان شجرة عملاقة، وقرد صغير يسليكم ويرافقكم في رحلاتكم. لحظة، إنها قصة صديقنا طرزان، ولكن ماذا عن صديقنا باهر؟ ما هي الأمنية التي يتمناها؟ وماذا تحتوي تلك القارورة؟ دعونا من كثرة الكلام ولنبدأ حكاية اليوم مع باهر الذي سيمتعنا بمغامراته. تابعونا. أتعلم ما هي الأمنية التي أتمناها دائماً؟ ما هي يا صديقي باهر؟ أتمنى لو لي وجه وجسد يشبهاني وجه المدعو كنان وجسده. لتستمتع بطعام جنان، صحيح؟ باهر أجبني يا صديقي، هل أنت بخير؟ هذا مؤلم، مؤلم، ظهري، يا ظهري. ما دام يستطيع الكلام فهو بخير، أعرفك جيدا. تريدني أن أخاف من النزول إليك لتستمتع بالنزهة في الأسفل وحدك. هذا غريب حقا، لم أكن أعلم أن هناك غابة مخفية بالقرب من قريتنا. هناك كهف أيضا. انتظرني يا باهر، سأتي لإنقاذك يا صديقي. البطل ينزلق. ماذا هناك؟ لماذا تصرخ؟ دائما تسقط فوقي. سئمت منك ومن ملاحقتك أيها المزعج. وهذه، وهذه أيضا، وهذه، خذ. إن فعلتها ثانية فسأستمر بضربك يوما كاملا من غير توقف. لن أفعلها. لحظة، ما هذا المكان الغريب؟ وما أدراني أنا يا زاهر، إنها المرة الأولى التي أتي فيها إلى هنا. لم أرى في حياتي كهفا كهذا. لست مطمئنا، دعنا نرجع أدراجنا. ماذا لو كان هناك وحش مرعب يحرس الكهف؟ احمني يا باهر، احمني. لما احميك، انها خفافيش صغيرة ايها الغبي. خفافيش؟ اظن ان مذاقها يشبه مذاق العصافير، ساجرب ليارى ان كانت لذيذة. اتأكل الخفافيش؟ اين المشكلة؟ انا ذئب والخفافيش تعد طعاما جيدا بالنسبة لي. هذا مقرف، اشتقت إلى تناول اللحم. لا أستطيع تناول اللحم معك فأنت تأكله ولا تترك لي شيئا. نعم، لقد امتلأت معدتي كلها. أتريد أن تجرب؟ صدقني إنه لذيذ. أرجوك يا زاهر. كنت واثقا بأنك ستغير رأيك. لما سكت فجأة يا باهر؟ هل أصابك مكروه يا صديقي؟ هناك ضوء أخضر يأتي من الزاوية.
انظر يا باهر، لقد عثرت على قارورة عجيبة. قارورة عجيبة؟ لا شك في أن من يشربها يكتسب قوة كبيرة ويصبح بطلاً. أه؟ سأصبح بطلاً وسيخافني الجميع. جشع، القارورة العجيبة لي، أنا من عثر عليها. أنا لست جشعاً أيها الوقح، أتصرف بعدل. ما دمت أنا من عثر على الكهف، فمن الطبيعي أن تكون كل محتوياته ملكاً لي أيها الغبي. حسناً، ولكن من الأفضل أن نقرأ ما كتب على القارورة. هذه خدعة لتسرقها. مخطئ، هناك كتابة حقاً، انظر. أعرف، إنها تعني موافق. وما المقصود بكلمة موافق؟ يا لك من ذئب جاهل، كلمة موافق تعني أن مالك القارورة موافق على أن يعطيني إياها. أنت ذكي حقاً، كيف لم يخطر لي ذلك؟ بعد أن أشرب العصير العجيب سأصبح البطل الذي لا يقهر. ولكن لا تقلق يا زاهر، ما أنك ستظل ضعيفاً إلا أنك صديقي العزيز، وسأدافع عنك دائماً. يا إلهي، ما هذا؟ رائحته جميلة، هل تسمح لي أن أخذ رشفة منه؟ سأتذوقه أولاً، وإن كان سيء المذاق فسأعطيك إياه. باهر، لا تشربه كله، اترك لي شيئاً، فعلتها أيها الجشع. يا ذكي، قد لا يعطي مفعوله إنما أشربه كله. أنا حزين جداً، صديقي لا يفكر إلا في نفسه. ماذا هناك؟ ما الذي أصابك يا باهر؟ باهر، باهر، ماذا أصابك؟ سأفقد صديقي الوحيد. باهر، باهر، تحدث إلي أرجوك. يا إلهي، كيف سأمضي حياتي من بعدك يا صديقي الغالي؟ كيف؟ ظننتني ميتاً؟ كنت أختبرك لأرى إن كنت صديقاً حقيقياً. كاد قلبي يتوقف من شدة خوفي عليك، ولكنني لن أغضب منك، فأنا سعيد أنك بخير. أنت صديق وفي يا زاهر. ما الذي حدث لأذنك؟ أذنك، أذنك، أصبحت كأذني كنان. أنت كنان؟ تريد أن تخدعني كما فعلت بك، أليس كذلك يا زاهر؟ لا يا باهر، إني أقول الحقيقة، صدقني. أنت تتخيل ذلك؟ هذه ليست أذني. ليست أذنك وحسب، بل جسدك كله. باهر تحول إلى كنان، ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل؟ لا شك في أنك جننت، أتضحك لأنك أصبحت تشبه ذلك المزعج؟ من الآن فصاعدا أستطيع البقاء إلى جانب جنان وتذوق طعامها اللذيذ. لن أتأخر في العودة يا أختي العزيزة، أعدي حساء الخضر بينما أصيد السمك. حسنا، سأنتظرك. أحب حساء الخضر، ولكنني أحب السمك أكثر. أسرع، لقد غادر. أحضرت لك الأزهار يا جنان، أليست جميلة؟ ذهبت لصيد السمك، فلماذا عدته معك الأزهار؟ أجل، ولكنني رأيت الأزهار الجميلة في الغابة، فقررت أن أعود لأحضرها لك. ولكن الأزهار لا تقال. أنت غاضبة لأنني أحضرت لك الأزهار؟ لا، على العكس، كنت واثقة بأن خطتي ستنجح. عن أي خطة تتحدث؟ كنت أريد مفاجأتك بالأزهار الجميلة وحسب. لقد انطلت الحيلة على جنان، أنت عبقري حقا يا باهر. رشقتني بالماء يا جنان. ماذا أصابك يا كنان؟ أنت تتصرف بغرابة اليوم، أولا عدت من دون
ناديتني كنان، إذن أنا أشبه شقيقك كنان. أقصد أنا كنان. لم أعد أحتمل، أخبرني لما تتصرف هكذا. ستحتمي، أنا أحب أن أقلدك. أريد التنزه في الغابة، لا تلحق بي. لا أصدق، كنت تقف ورائي، فكيف سبقتني وخرجت قبلي؟ لقد أخبرتك أنني ذاهب لصيد السمك يا جنان، أم نسيت ذلك؟ لكنك عدت ومعك الأزهار، ومن ثم بدأت. يا إلهي، من هذا؟ لا لا أصدق، هناك كنانان. من أنت يا هذا؟ لا أصدق ما أرى، أنت تشبهني تماما. عرف عن نفسك وإلا لقدتك درسا قاسيا. ماذا تفعل في منزلي؟ أنا مالك هذا المنزل، بل هذا منزلي أنا، بل منزلي، بل منزلي. أنا كنان، بل أنا كنان، أنا هو كنان، قلت لك أنا كنان. أيهما شقيقي؟ كنان لا تبكي يا عزيزتي، أبعد يديك عنها أيها الدخيل المحتال. جنان شقيقتي أنا، هل فهمت؟ أريد جدتي جهافاي التي ستساعدني. أين أنت يا جدة؟ ساعديني. ما الذي فعله؟ سنقع في ورطة إن كشف أمرنا. يا جدة جهان، لما كنت تناديني يا صغيرتي الحلوة؟ ساعديني، أريد أن أعرف من منهما هو أخي. أنا هو. هذا غريب، هناك اثنان وهما متشابهان تماما يا جنان. أيمكنك معرفة الحقيقي؟ بالتأكيد لدي طريقة لمعرفة المزيف منهما. أنا كنان وهو المزيف. أيتها الشخصية المزيفة، تعودي إلى شكلك الحقيقي في الحال، هيا. أنا هو كنان، بل أنا كنان، أنت كاذب، أنا كنان حقيقي وأنت المزيف. أهذا أنت؟ كنت تخدعني طوال الوقت. باهر يتمنى أن يصبح شبيها لكنان، وقد شرب العصير العجيب الذي يحقق الأمنيات. ألا تخجل من نفسك؟ انظري إلي جيدا، أنا شقيقك كنان. أنت لست سوى كاذب ومحتال وتستحق العقاب. تصفعين شقيقك الذي يحبك ويعتني بك؟ أما زلت مصراً على متابعة كذبتك السيئة؟ أنصحك أن تنظر إلى نفسك في المرآة. باهر، يجب أن نخرج من هنا بسرعة، هيا تعال. ما الذي جاء بك أيها الأحمق؟ ستفسد خطتنا، دعني في الحال. أنا كنان ولست باهر. إن بقيت في منزل جنان فستورط نفسك في مشكلة كبيرة. لحظة، كيف عرفت أنني باهر؟ لست وحدي من يعرف، الجميع باتوا يعرفون أنك باهر. جنان عملتني وكأنني كنان. إن اكتشفت أنك تخدعني فسأضربك إلى أن تتورم وتفقد وعيك. مسكين باهر، لا يصدق أنه عاد إلى طبيعته من جديد. هاهاهاها